عليها أو لا. أي نعم. اتصالنا مشاهدينا بات جاهز الحين معنا دكتورة أسيل العوضي. صباح الخير دكتورة. يا هلا، صباح النور، حياك الله. حياك الله. بالبداية نصبح عليك بالخير والكرامة والسعادة، وحياك الله معنا في برنامجنا إزوار الشاي الضحى. يا هلا ومرحبا، هلا فيك دكتور. بالبداية ودنا نعرف شنو دور المكتب الثقافي وما هي نوع الخدمات اللي يقدمونها حق طلابنا بالخارج. عزيزتي، دور المكتب الثقافي طبعا تعرفون تابعين المكاتب الثقافية لوزارة التعليم العالي للإشراف على الطلبة المبعوثين في الخارج اللي يطلعون بعثات، بس مو بس بعثات على وزارة التعليم العالي. مكتبنا خصوصا في واشنطن دي سي ومكتب رئيسي يشرف على طلبة البعثات تابعين لوزارة التعليم العالي، جامعة الكويت اللي هي العمل التعليم التطبيقي، معهد الأبحاث، الخدمة المدنية، كل جهات الابتعاث. يعني كل جهة في الكويت تبتعث مبعوثين للخارج دائما يخضعون تحت إشراف المكتب الثقافي. فالمكتب يعني يوفر مرشد أكاديمي لكل طالب يتابع مسيرته الدراسية من أول ما يوصل إلى أمريكا. هذا المرشد يساعده في الحصول على قبول في الجامعة، يرد على استفساراته، كل ما يتعلق في الجوانب الأكاديمية فقط. عندنا قسم المحاسبة يدفع مخصصاته، كل ما يتعلق في أمور المالية. طبعا عندنا قسم تصديق الشهادات يقدم خدمات تصديق الشهادات، لكن مو بس تصديق الشهادات البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه. هذا القسم أيضا يصدق شهادات من الابتدائي إلى يعني الدكتوراه. نعم. للطلبة مثلا اللي يدرسون على حسابهم أو اللي مرافقين لأهاليهم. نعم. أو اللي عايشين هناك الكويتيين يعني. نعم. فالمكتب عنده خدمات كثيرة طبعا يقدمها يعني. نعم. طيب دكتورة، الأنشطة والفعاليات اللي تخفف عليهم نقول حدة الغربة أو اللي هم سكلي يمرون فيها خصوصا أول وصولهم، شو تقدموا لهم؟ يعني فعاليات تقدمونها حق الطلبة اللي هناك؟ أي. والله شوفي، ما أخفي عليك، المكتب ما عنده يعني فعاليات أو أنشطة غير الخدمات الإشراف الأكاديمي. نعم. لأنه غير مختص إلا في هالجانب، لكن هذه الأنشطة الأخرى يقدمها الاتحاد الوطني لطلبة الكويت. نعم. والأندية الطلابية في الجامعات، فهذه يقومون فيها اخواننا واخواتنا الطلبه في المدن اللي ينتمون لها ابنائنا الطلبه. نعم. مثل ما انت عارفه المكتب الثقافي يكون موجود عندنا مكتبين، واحد في واشنطن دي سي واحد في لوس انجلوس، فاحنا ما احنا يعني موجودين في اماكن تواجد الطلبه انفسهم. اما الاتحاد فيعني لا افرع، الطلبه موجودين في كل مكان. فهم لهم أندية طلابية في الجامعات اللي ينتمي لها هؤلاء الطلبة، فيسوون أنشطة طبعاً اجتماعية وتجمعات ومسابقات، ويكون على اتصال طبعا مع المكتب الثقافي دائما. اي نعم. دكتوره اسيل، احنا مسهرينك، كل الشكر لك، وشيء جميل الله. سمعنا صوتك من بعد هالمسافات كلها، ويعطيك الف عافيه وعساكم على القوه وما قصرتوا، وكل الشكر للدكتوره اسيل. الله يحييك، حياك الله حبيبتي، كل الشكر لك. مشاهدينا